بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقلنا إن بعض الذين يريدون أن يستدركوا على أساليب القرآن يقول آية تقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن فالذي يقول بخلق السماء الناس جميعا، المؤمن والكافر، فكيف يقول أنها آية للمؤمنين؟ نقول لا، لم يتكلم عن الخلق وحده، وإنما تكلم عن الخلق المصحوب بأنه بالحق، أي الشيء الثابت بالحكمة المترتبة على كل شيء في الوجود. يبقى للمؤمنين مين؟ الكلمة بالحق. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. بعد أن ذكر الله بعض مواكب الرسل في إبراهيم وفي موسى وفي نوح وفي صالح وإلى عاد أخاهم هود وفي هود وفي لوط وفي شعيب، وبعد ذلك تكلم إن الذين كذبوا هؤلاء الرسل كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسفنا به، ومنهم من إيه؟ من أغرقنا. بعد أن تكلم بهذا أراد الحق سبحانه أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يزعجه ويرهقه ويتعب نفسه الكافرين به الذين يصدون عن سبيل الله ويقفون أمام دعوة الإسلام. أراد أن يصليها فقال: معك الأنس الذي لا ينفذ، وهو كتاب الله الذي أنزله عليك معجزة، فاشتغل به، فمع كل تلاوة له تجد سكنا إلى ربك. وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به ولم يلتفتوا إلى الإعجاز فيه، فداوم على تلاوته، فربما جاء قوم صفى استقبالهم لإرسال السماء فآمنوا به. ما تعجز، اقرأ، فهو سلوة لنفسك، لأن الذي يرسل رسولا من البشر بشيء من الأشياء ثم يكذب يرجع إلى من أرسله: فارجع إلي، كذبوك ارجع إلي، أنت رسولي وكذبوك ارجع إلي. ترجع إلي إزاي؟ أن تستمع إليه في كتاب الذي أنزلته معجزة لك، فلعل قوما يأتون بعد ذلك يسمعون منك كلام الله فتصادف فترة صفاء لأجهزة الاستقبال. ليه؟ قال لك لأن فيه فرق بين الفاعل والقابل. إيه الفاعل وإيه القابل؟ القرآن يقصها علينا في أنه يقول القرآن إذا سمعوا الناس يعملوا إيه؟ تقشعروا جلودهم ويبكوا ويعملوا. طب وبيسمعوا الناس يقول لك إيه هو قال إيه؟ يعني إيه اللي قال؟ الله. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه يعني؟ ده تهوين من شأن مين؟ من شأن كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. إذن القرآن واحد، بس في أذن تسمعه وفيها صفاء استقبال تقوم تشوف الهدى الجميل فيه، وفي ناس ما عندهمش الراديو بتاعه خربان. هو لما يكون واحد عنده راديو والراديو خربان نقوم له المحطة ما بتزعش؟ لا، المحطة بتزيع، بس الراديو بتاعك هو اللي خربان. روح صلح الراديو بتاعك جهاز الاستقبال عشان تشوف ايه. الله. التلفزيون المبيرس، انما انت اللي عم دخل العيال لعبوا فيه ولا كسروا فيه الشيء الفلاني، فما تتهمش
ما تقولش ايه. يبقى اذا اللي عايز يستقبل ارسال السماء لازم يكون عنده آله ايه؟ آله استقبال صافيه. وآله الاستقبال صافيه ما تكونش مشوشه بضد القران. اخرج ما في نفسك ضد القران من الكفر واستقبل القران. ولذلك يقول ايه؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال ايه يعني؟ قل هو للذين امنوا إيه؟ هدى وشفاء. جهاز استقبالهم صح. والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. واحنا قلنا سابقا عشان نوضح المساله في الارسال والاستقبال قلنا ان الفاعل يبقى واحد ولكن المنفعل يختلف. والمنفعل لما يختلف تيجي الاضداد. ازاي؟ ضربنا المثل ان احنا ساعه نكون في الشتاء نخرج من بيوتنا فيها دفء نقوم نخرج نلاقي الجو ايه؟ بارد شوي. اول ما يبرد فينا اطارفنا نقوم نمسك ايدنا ونعمل ايه؟ وننفخ فيها. بننفخ فيها ليه؟ عشان تدفي. انا صدقتك فيه. طب ولما تيجي تشرب شاي وتيجي هنا ويلسعك الشاي لانه ساخن بتنفخ فيه عشان ايه؟ لا بقى مره النفخه تجيب حراره ومره النفخه تجيب ايه؟ نقول له صحيح النفخة واحدة لكن المنفعل للنفخة مختلف. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وهذه هي ميزة معجزتك يا محمد أنك تستطيع أن تكررها في كل وقت ويستطيع من يسمعها منك بوعي أن يكررها في كل وقت وتظل مكررة إلى أن تقوم الساعة. ولكن معجزات إخوانك الرسل السابقين لم يعرفها إلا من شهدها. فإذا مات من شهدها يبقى محدش يعرفها حتى ولو كان معاصرا. لما انقلبت العصا حية من اللي شهدها؟ اللي كانوا في يوم الزينة موجودين الناس. طب اللي كانوا بعيدين شافوه؟ طب احنا شفناه؟ احنا لان القران قال بنصدقها ليه؟ لان القران قال. اذا فمعجزات السابقين تاتي كلقطه واحده زي عود الكبريت يولع مره واحده. اللي شافها شافها واللي ما شافهاش ان حدثه من يثق به يبقى يصدقها. القران حدثنا بالمعجزات السابقه. فانظر الى ما اصاب الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله. من خيرات رسول الله ان معجزتهم امتد وجودها بوجودها في معجزه محمد. فكانه ده جميل كبير قوي للرسل كلها. ما عرفناش معجزه موسى وعيسى والتاني والتالت الا من مين؟ الا من القران. اذن فمن شرف الرسالات السابقه ان القران يجي. ولذلك يقول ايه؟ ومهيمنا عليه. هو اللي جاي بقى. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. طب اتل ده كلام فعل لسان وأقم لفعل جوارح. احنا قلنا زمان أن الإنسان له جوارح متعددة. جوارح متعددة منها خمسة مشهورة أوي. العين بتشوف أدي وسيلة إدراك والأذن بتسمع والأنف بيشم واللسان بيزوق والأنامل بتلمس. يبقى كم اسمهم؟ خواص. حواس ايه؟ خمسة. ولذلك يقول لك ايه الاحتياط؟ يقول لك الحواس الخمس الظاهرة. الله بيحتاط لأن فيها إدراكات تانية أنت ما كنتش تعرفها. ازاي؟ أم قال لك ده وسائل الإدراك في النفس البشرية كتيرة قوي عن الخمسة. الخمسة دي الأمهات. انما طب تعالى بقى كده انت عايز تشوف دي اتقل ولا دي؟ حاجتين اتنين اهم. فشلت دي وشلت دي باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه؟ ايه لا؟ طب بعينك كنت تسيبهم على الارض. طب بانفك تشمهم وقول المسهم هم اطراحهم كده وقول الله. اذا ففي وسيله ادراك تانية ولا لا؟ عرفت دي تقيل ازاي؟
أمال لك في حاسة قالوها أخيرا الاكتشافات الحديثة دي، حاسة العضل لما شلت دي أجهدت عضلك شوية، وبعدين شلت دي أجهدت عضلك أكتر، قلت دي أتهل الله، يبقى حاسة العضل دي حاسة ولا مش حاسة؟ وإزاك تعملها كده أنت؟ مش كده بيحصل؟ طيب تعالى بقى هتمسك جلابية كده زي ما قلنا، تمسك دي وبعدين تمسك دي تحطهم بين أناملك كده، تقول لا دي أرق. قال لا أدركت إن دي تخينة ودي رقيقة إزاي؟ بإيه؟ أم قال لك حاسة البعد، الأنامل لما جت هنا بقت أبعد بعيدة عن بعضها أكتر، ودي بقت بعيدة عن بعضها قليل، أي مقياس يستطيع أن يقيس هذا؟ مين اللي يقدر يعمل بدي؟ هذه إيه حاسة؟ وده قريب وده بعيد، بأي شيء أدركت القرب والبعد. ففي حواس لها حاسة إيه؟ وسائل الإدراك بقى متعددة. من عجيب الأمر إن اللسان اللي بيتكلم واخد شطر الجوارح كلها، في حاجة اسمها فعل، وهو الحدث ينشأ من جارحته. قال يبقى اللسان اتكلم، أشم، ذاق، لمس، كل ده يسموه ايه؟ فعل. لا عمل، كل ده يسموه ايه؟ عمل. لكن العمل انقسم قسمين، اما قول باللسان واما فعل ببقية الجوارح كلها. يبقى اللي خد الحظ في القسمة مين؟ اللسان. ولذلك يقول لك كل تحريك جارحة لتؤدي مهمة اسمه عمل، اسمه ايه؟ عمل. لكن اللسان يسمى ايه؟ قول. طب وغير اللسان يسمى فعل. يبقى اذا العمل غير الفعل، العمل هو شغل كل جارحة باختصاصها. فإن كان اللسان يبقى اسمه قول، وإن كان غير اللسان من بقية الجوارح كلها يبقى اسمه ايه؟ اسمه عمل. الله، يبقى اللسان واخد النص كده لوحده. قال لك ايه؟ لأن اللسان به الإنذار من الحق والتبشير، وبه الكلام من الرسول اللي يبلغ. ولذلك يقول الحق في كتابه لما تقولون مش ما لا تعملون، ما لا تفعلون. يبقى القول قبل ايه؟ والاثنين ايه؟ والاثنين عمل. الاثنين عمل، القلب العمل نية القلب، مش كده؟ هنا قال اتلو، ودي عملية اللسان. طب واقم الصلاة، دي عملية جوارح بقى. طب وش من اختار الصلاة مع ان الجوارح بتعمل حاجات كتير؟ قال لك دي قمة العمل. قمة ايه؟ قمة العمل. ليه قمة العمل؟ وينشأ عنها أن يقولوا الصلاة عماد الدين، مش كده؟ الفرق بين المؤمن والكافر إيه؟ الصلاة. طب وبقية الأركان؟ طب ده الأركان الإسلام خمسة، الصلاة واحدة منها، اشمعنى الصلاة خدت الحكم ده كله وبقت هي عماد الدين وبقت الفارق بين المؤمن والكافر الصلاة؟ ليه؟ أما قال لك نشوف أركان الإسلام اللي بني عليها الإسلام خمسة، وعايزين نوضح هنا إن خصوم الإسلام أو الناس اللي يخافوا من بعث الإسلام في الكون عشان هيقضي على جبروتهم وطغيانهم، يقول لك الإسلام ده منحصر في الأركان اللي قالها، يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤدي الإيه؟ الزكاة ويصوم رمضان ويحج، من حظهم ان يكون ذلك هو الاسلام، ولا يتعرضوا لك اعمل دول وانت حر. ايه بس اوعى تقول ان الاسلام جاي عشان ينظم حركه الحياه، اللي ينظم حركه الحياه ايه حاجه بقى، انما انت خليك كده اعمل العمليه دي، محدش يجيب لك سير. اذا من حظهم انهم يعملوا ايه؟ انهم يعزلوا الاسلام في هذه الاركان. نقول له يا اخي افهم، ده بقول لك اركان الاسلام خمسه، والأركان ليست هي الإسلام، ده الأسس التي بني عليها الإسلام. يبقى إذن الإسلام شيء آخر، يبقى الإسلام كل حركات الحياة، بس أساس الأساس بتاعه اللي بنرميه الأساس إيه؟ الخمسة دول. فالذين يريدون أن يعزلوا الإسلام ويقول لك ما فيش إلا الخمسة،
بدهم يقولوا هذا هو الإسلام، نقول لا، هذا هو أركان الإسلام، والإسلام كل شيء من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، لأن الإسلام مستوعب كل أقضية الحياة، كل أقضية الحياة الإسلام مستوعب. الله، إذا كان بيعلمنا إزاي نقضي حاجتنا، كيف نقضي الحاجة، ندخل بيت الأدب إزاي، نعمل إيه، الله، بيعلمنا إزاي نقول إيه اللي نعمل، الله، كل حاجة. ده في الإسلام إن صاحب الحسبة اللي بيراقب تنفيذ منهج الله في الأرض، أهل الحسبة يعني، يمر كده إن لقى جزار بينفخ في الدبيحة ببقه يعدم الدبيحة. ليه؟ أمالك لأنه لما ينفخها ببقه، ما هو بينفخها عشان إيه؟ يبعد شوية الجلد عن اللحم، يبقى يسهل عليه إنه إيه؟ إنه يسلخ. نقول له لا، هات منفاخ ياخد من الهواء الطلق ويتحط في البحاجة وتنفخ. طب وليه بق البق ماله؟ قال لك لا، ده البق بيطلع الهواء بعد ما ادى مهمته في الرئه، يبقى فيه ثاني اكسيد الكربون ولا الفاسد، فتدخله في الذبيحه، فلما يشوفك بتعمل كده يلغي الذبيحه دي. طب هات لي بقى تشريع جديد يعمل العمليه دي، حد عمل كده؟ الله. طب حد شاف؟ قال لك هيفوت على الحلاقين، حلاق ان كان يقعد يشم ريحته كده، ان كان واكل بصل ولا توم يقفله المحل ولا يشتغلش النهارده، لان نفسه في فم مين؟ الزبون، هيأذيه. دين عمال بيحافظ على مشاعر الناس بالشكل ده، يبقى دي ما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا ايه؟ ما يمكنش كل حاجة. يبقى دين ما يصلحش لحركة الحياة. ازاي دين ما يصلحش لحركة الحياة؟ ده حركة الحياة. حتى خلينا في الواقع الان، ما الذي يتعب العالم المتخلف كله؟ سيب العالم المتقدم ده على فرض انه مستريح، ولو من ناحية لقمة العيش، العالم المتخلف ده ايه ما تعبه؟ تجد كل ما تعبه اقتصادية ولا لا؟ كل ما تعبه اقتصادية، وذلك عايز ديون وعايز غلة وعايز ذرة وعايز مش عارف ايه، كلها اقتصادية. يقول يا سلام، هي اقتصادية دي لانهم عطلوا منهجا من مناهج الله. الاقتصادية دي عشان تلغي الحكاية دي وتقول ازمة اقتصادية، لا تأكل حتى تجوع، بس جملة واحدة، لا تأكل حتى تجوع، لأنك إن جعت أصبح كل طعام شهي، حتى اللقمة الحاف تاخدها، ولقيت حتة ملح كده ولا حتة مخلل قديمة كده ولا 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 بقايا فجل ولا، يا سلام، تبقى بشرة. إن كان العيش موجود يبقى الإيه؟ خلينا الناس بقى كده ما تاكلش إلا نجاعت، وبعدين ناخد من الحديث وإن أكلنا لا نشبع. خليهم يطبقوا الحكاية دي، إن لقيت أزمة اقتصادية ما تلاقيش أزمة اقتصادية، إنما اللي مخلي عندنا أزمة اقتصادية إيه؟ ما بناكلش إلا بناكل وإحنا شبعانين، وذلك لك هتفتح للشهية، وإنت عايز تفندقها ليه؟ بتفندق الشهية ليه؟ ما بيزيد عليك الجوع وتاكل لقمة. جرب نفسك، إذا دخلت وأهلك لم ينتهوا من الطهر وأنت جعان، تقوم تروح تلاقي لقمة منوم منشفة، تلاقي مش عارف إيه وتاكلها، وتقعد ترمرم من هنا ومن هنا، وبعدين تروح تنام، يجي يصحوك يقول لك اديك الرومي خلص، يقول لك الحمد لله شبعان. الله، إذا نحن قوم لا نأكل حتى وإذا أكلنا لا نشبع، مش كده؟ ويقول القرآن كلوا واشربوا ولا، يبقى فيه أزمة اقتصادية؟ ما فيش أزمة اقتصادية. ده انت تروح لأفقر الفقراء تجد عنده غير الطعام كم مشهر، جاب ترشي وبعدين شوية سلطة الطحينة وسلطة قطة ناعمة وشوية بتنجان مخلل، المشهيات بس تنفع قدام لكل حاجة. فإذا العلاج الاقتصادي للناس ايه؟ الجوع المتخلف، ألا تأكل حتى تجوع، لأنك إن أكلت ساعة تجوع كل طعام شهي. ويقول العربي القديم اللي عاش على شظف العيش، نعم القدام الجوع، أحسن غموس إيه؟ الجوع، هو ده الغموس الإيه؟ الحقيقي. طيب، يبقى إذا إحنا عندنا اتلو علشان بقاء المعجزة السارية. طيب، وأقم الصلاة، قال لك الصلاة دي هي عماد الدين، ما دام هي عماد الدين يبقى إيه؟ الدين أشياء تانية،
الدين اشياء بني الاسلام، يبقى الاسلام شيء ثاني. يبقى ناخذ القاضيه الايمانيه على ان يتعرض لكل قضيه في الحياه. طيب على الاول الصلاه بقى ليه عماد الدين؟ ام قال لك نشوف كده، الانسان في الركن الاول يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا قالها مرة واحدة، يبقى أعلى الإسلام ولا لا؟ انتهت المسألة. طيب واحد عايز يزكي، مش لما يبقى عنده فلوس؟ طب ما كانش عنده فلوس ما فيش سقطت عنه الحكم. طب واحد عنده عايزين يصوم، مسافر ولا مريض ولا حائط؟ ما تصومش. حاج مش يستطيع، الله. يبقى لا إله إلا الله الركن الأول تقوله مرة، والزكاة إذا كان عندك فضل مال، والصوم إذا كنت لم تسافر ولا عندك مرض، والحج إذا كنت مش مستطيع. يبقى ما هو الركن الثابت هنا؟ الصلاة التي لا تنتهي. وبالصلاة واخدة شيء من الزمن، واخدة 5 مرات في كل يوم، إعلان ودوام وإعلان الولاء لله دائما. تبقى هي عماد الدين ولا لا؟ بقى انت لما تشوف واحد مر عليه وقتين كده ولا امشي يصلي تعرف انه هو يعني مش، انما لما ما تشوفوش بيزكي، الله ما يمكن ما عندوش فلوس يزكي، انت ما صايم يمكن مسافر ولا مريض، ما بيحجش يمكن مش مستطيع، انما لما يقعد كده وقتين كده وبتاع ولا يصليش تعرف. يبقى اذا الفرق بين المؤمن والكافر بايه؟ هذه معناها انها عماد الايه؟ عماد الدين. لهذا أخذت كما قلنا سابقا حظها في وسيلة التشريع بما يناسب قدرها. كل تشريع جاء بالوحي، صوم جه بالوحي، زكاة جت بالوحي، حج جه بالوحي في القرآن يعني بواسطة اللون. الصلاة ما جتش بالوحي، الصلاة جاءت بالخطاب المباشر من الله لرسوله، عرج به الى السماء. واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا لما يكون اذا وجد رئيس وعنده مرؤوس وفي شيء روتيني، الرئيس بيمسك يأشر الى فلان حوله يعني خلاص. اذا كان الشيء مهم قوي يعمل ايه؟ يتكلموا في التليفون يقول له والله جاي لك الورق الفلاني، ايه وده مهم يعني نجزه. طب اذا كان اهم شويه جاي من الرئيس الاعلى المباشر يقول له تعالى قدها لي هنا، تعالى ده موضوع كذا كذا كده، خد الورقه في ايدك وروح. الله. يبقى اذا وسيله الامر تترتب عليها اهميه المامور به. فكل التشريعات في الاركان بالوحي الا الصلاه، قال له تعالى احظى بالقرب مني انا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وفرض عليه الصلاه. الله، ده فرضت بالايه؟ بالمباشرة. يبقى لازم هي مهمة ولا مش مهمة؟ أم قال لك ايه وهي مهمة؟ وأيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما دعا رسوله بالمعراج وتلقى منه الصلاة على أنها 50 الأول ثم حصل ما حدث وطلب 5، كان تشريعها بقرب المرسل إليه من المرسل كده. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن لا يحرم أمة محمد من فضل سبغه على محمد، فقال اللي عز يقرب مني بقى يصلي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اسجد واقترب. طب أقم الصلاة، معنى إقامة الشيء أداؤه على الوجه الذي يؤدي وغيرها. الصلاة المطلوبة من الله هي الصلاة المستوفية لكل الشروط ولا لا؟ قال لك الصلاة إن استوفت كل الشروط التي تقيمها كما يريدها مشرعها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن فيها نقص عما أراده الله من إقامتها، وعلى قدر النقص تكون المسألة. إن لقيته بيجي بعض الأشياء المنكر ويأتيه ومش عارف شوية نص ونص، يبقى إقامتك للصلاة نص ونص.
إن كان ثلاث أرباع إقامتك للصلاة ثلاث أرباع، فكأن الصلاة ناهية. الصلاة إيه؟ ناهية. طب الصلاة تنهى، يعني إذا لقينا واحد بيصلي يقول ما يعملش فحشاء ولا منكر، ده مخالف لما روي عن رسول الله. قالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال دعوه فإن صلاته تنهاه. الله، يبقى معناها إيه؟ يبقى إذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده مش كلام كوني، ده كلام تشريعي. وفرق بين الكلام التشريعي والكلام الكوني. الكلام الكوني كان يبقى معناه كل اللي يصلي ما يعملش فحشاء ومنكر، لكن بنلاحظ انه برضه يصلي وايه، يبقى مش كوني، لان لو كان ما تتخلفش، انما ده امر تشريعي. انت تقول ليه لاولادك وقد انا حضرتني الوفاه، اقول لاولادي يا اولادي هذا بيت يكرم من يدخله، كلام خبر، ما قالش اكرموا من يدخله، قال ايه؟ يكرم من يدخله. معنى ذلك انه كل اللي يدخله يكرم بعد كده، ولا ان كانوا فالحين في الوصية وإياك يعملوها ولا لا؟ كأنك قلت هذا البيت يكرم من يدخله، يا أبنائي أكرموا من يدخل هذا البيت، فالذي يحترم وصيتي يعملها، وإن ما يحترمهاش ما يعملهاش. يبقى في فرق بين الكلام الإيه؟ الكوني والكلام الشرعي. الكلام الكوني ما يتخلفش، الكلام الشرعي قد يتخلف بعدم الامتثال. ودي أعرضنا لها زمان، ايام حصل في المسجد الحرام ما حصل، ايام الرجل اللي دخل وادعى انه مش عارف ايه، وقامت الضجه دي وقعدوا يقتلوا الناس فيه. قالوا كيف يحصل هذا في بيت الله والله يقول في كتابه من دخله كان امنا، وقد دخله الناس ولم يامنوا على حياتهم وقتلوا. نقول له انت فهمت من دخله كان امنا ايه كونيه، يعني اللي يدخل لازم يامن، دي ايه شرعية. يعني قال من دخله كان امنا، يعني انا خلقتكم وخلقت البيت وقل من دخل هذا البيت كان امنا، يعني امنوه، من دخل البيت امنوه. وما دام قال امنوه بقت مساله شرعيه، يبقى يجي مطيع ويجي مين؟ ويجي عاصي. تبقى ما دام ايه، لا زي ما الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، يقول لك اخوان القران في اشياء والواقع بينقضها، يقول له اعوذ بالله. زي ايه يا سيدي؟ يقول لك يا اخي بقول ايه، الطيبون للطيبات، طيب والخبيثون للخبيثات. يقول لك يا اخوان بنشوف في واقع الحياه ان راجل طيب واقف واحده خبيثه، ولا واحده طيبه واقف واحد خبيث. انما ازاي ربنا للطيبات؟ قال لك دي مش ايه كونيه، دي ايه شرعيه. يعني انكحوا الطيبين للطيبات وانكحوا الخبيثين للخبيثات. ليه؟ قال لك لأن الله يريد في بناء الأسرة التكافؤ. يبقى الطيبات للطيبين ليست آية كونية، وإنما هي إيه؟ أمر شرعي. أنكحوا الطيبين للطيبات وأنكحوا الخبيثين للخبيثات. ليه؟ ليوجد التكافؤ في بناء الأسرة. الطيبة لما تبقى طيب مش هيزنوا بعض بحاجة، الخبيثة لما تيجي وهي الخبيثة إن زنها بشيء هي إيه؟ ترد عليه بشيء ثاني، فتبتعدي للأمور تماما. وكيف تقول أن مدام يصلي الله قال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتريدها آية كونية؟ الصلاة تشريع من الله، والله هو المشرع. فإذا كان الله هو المشرع وقال في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، الله نهى، لكن هل استجبنا جميعا له ولا ربنا نهى واحنا عملنا؟ تبقى انت عايز الصلاة اللي هي من الله هي اللي تنهى ويحصل منها كذا، بربنا نهى ومع ذلك خولف، ومع ذلك ايه؟ خولف. الله الله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يقول تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني لا يوجد معها، تنهى أن يوجد معها فحشاء ومنكر. يوم نقوله صحيح. ليه؟ لأن أنا أول ما بروح الصلاة بعمل تكبيرة اسمها تكبيرة إيه؟ الإحرام. معنى الإحرام يعني إيه؟
يعني كل شيء كان حلالا قبل الصلاة صار محرما هنا. يعني أنا آكل، أنا أشرب، أنا أتكلم، أنا أتحرك، أنا أجري، أنا أمشي، أنا أضحك، قبل الصلاة لما أقول الله أكبر يبقى الشيء الذي كان يحل لي أن أفعله قبل الصلاة بقى حرام عندي. طب فإذا كان الشيء الحلال اللي هو الأكل والشرب والكلام والجري والقهقهة وده حلال، الصلاة بتمنعك عنه، يبقى مش هتمنعك عن المحرمات في الأصل، تبقى من باب أولى هتنهاك. قال لك تنهاه عن الفحشاء والمنكر في وقتها. نقول له برضو في حاجات تانية برضو تنهى عن الفحشاء والمنكر في وقتها. طب واحد نايم يبقى يقول لك النوم ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، ده لازم تقول الصلاة المستوفية للشروط من استحضار وقوف الإنسان بين يدي ربه، ويبتدئها بالإحرام ويقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء في الوجود حتى من شهوات نفسه. وبعدين يقول سبحان الله، الله منزه عن كل شيء، يبحان سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، ثم يركع، ومش بس يركع ويسجد منتهى الخضوع، لأن الركوع شوية شوية نص ونص، إنما السجود أعلى شيء فيك بيجي في الأرض، ومش بس مرة واحدة بيعملها مرتين. فكيف تصنع هذه الأشياء لله وبعدين تخالف منهج الله؟ ده أنت امتنعت عما أحل، ألا تمتنع عما حرم؟ يبقى إذن الصلاة على حقيقتها تبقى لازم تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، والفحشاء الفحشاء الشيء الذي يستفحش، والمنكر الشيء الذي ينكر بالطبع السليم. ولذكر الله أكبر. الله، كلمة لذكر، ذكر بمصدر، والمصدر إذا أضيف مرة يضاف للفاعل ومرة يضاف للمفعول. أعجبني ضرب زيد من الأمير، يبقى زيد مضروب ولا ضارب؟ ها؟ مضروب، يبقى للمفعول. وأعجبني ضرب الأمير لزيد، يبقى دي للإيه؟ للفاعل. يبقى المصدر مرة يضاف لمين؟ للفاعل، ومرة يضاف لمين؟ للمفعول. لما تقول ذكر الله، ذكر صادر من الله ولا ذكر صادر من العبد لله؟ يبقى يصح انها تكون ايه؟ للفاعل وللمين؟ وللمفعول. ذكر الله ان قلت ذكر صادر من الله لمن؟ للمصلي. ازاي بقى؟ قال لك حين يصلي الانسان ويذكر الله بالكبرياء في الله اكبر، وينزله بسبحان الله، ويسجد ويخضع له، انت فعلت فعل، ذكرت الله به ذكرا وفعلا، والله يجازيك بذكره لك. يبقى ذكر من الله لمين؟ لمن ذكره. من ذكره بالصلاة ربنا يذكره بإيه؟ اذكروني. يبقى الذكر صدر من مين؟ الصدر من الله. أكبر تقول له إيه وذكر من الله أكبر؟ ليه؟ لأن أنت يا أخوها خدت من مدة كونك بالغ لحد ما تموت شوية طاعة، وبعدين ربنا هيديك منازل كبيرة لا نهاية لها في يوم لا تموت فيه ولا تنقطع نعمه عنك. يبقى ربنا هيدي أكثر ولا لا؟ يبقى أنت عملت حاجة بسيطة هنا وربنا هيديك حاجة. ولذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبر من ذكرك له بالطاعة. يبقى ده إن كان الذكر من مين؟ من الله. طب ولذكر الله انه من الانسان. قال لك هو انت فاهم ان المؤمن اللي ما يفتكرش ربنا الا ساعه ما يجي يصلي ليه؟ يبقى مستوفي لشروط الايمان. ده الكلام الحق، انه يديم ذكره ولو في غير لقائه بالصلاه. الله، يبقى لذكر الله خارج الصلاه أكبر من ذكر الله في إيه؟ في الصلاة. إزاي؟ قال لك لأنك أنت في الصلاة
متوضي وجاي عشان تصلي فمتهيئ للطاعه. انما بعد ما تقول السلام عليكم ورحمه الله انفلتت من مين؟ من حضره مين؟ من حضره الله. والله ان كنت بقى وانت بعيد عن حضره الله تذكر الله يبقى ذكرك الله وانت بعيد عن الحضره يبقى اكبر من ذكر الله وانت في الحضره. ازاي؟ واحد بيمدح الامير وهو قدامه بقى يقول له انت اللي ما فيش منك وانت اللي مش عارف، هو ذكره هو في الحضره مش كده. لكن راح بعيد بقى وقعد وبعد جسر قال والله اذا سالته كذا واثبته كذا يبقى المذكر الاحلى البعيد. ولذلك نفهم في القران بقى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، يعني للصلاه هتذكر ربنا في الطلب الله اكبر وتسبحوه وتحمدوه وتعلوه وكل حاجه. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وبعدين فاذا قضيت الصلاه فتره الحضره فانتشروا في الارض بقى. ما تفتكرش ان دي حصه لذكر ربنا بس، انت بتنتشر في الارض وانتشروا في الارض وايه واذكروا الله كثيرا. اوعى تفتكر ان ذكر الله بس في الصلاه، يجب ان لا يغيب عن بالك ذكر ربك. وذكر الله وانت بعيد عن حضرته في الصلاه اكبر من ذكرك له وانت في الصلاه. فمادح الامير امامه وفي عينه كده مش زي اللي مدح الامير عن ظهر غيب. ابن عباس روي عن طريق عبد الله بن ربيعه ورواه عنه سيدنا عطاء بن السائب قال ابن عباس ما تقولون في قول الله ولذكر الله اكبر؟ فقال عبد الله بن ربيعه قراءة القرآن حسن والصلاة حسن وتسبيح الله حسن وتحميده حسن وتكبيره له حسن والتهليل له حسن، ولكن أحسن من ذلك أن يكون ذكر الله عند طروء المعصية على الإنسان فيذكر ربه فيمتنع على المعصية. فماذا قال ابن عباس مع ان ده مخالف لقول ابن عباس؟ قال له قول عجيب والله، يعني 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 بارك فهم الرجل. قال الذكر امتى؟ طب انت رايح في الطاعه دي معقول في الطاعه وتذكر ربنا؟ لانك ما رحتش الا وانت بالفعل له ذكره كويس، انما المهم بقى ان ساعه ما تيجي تعمل معصيه تذكر الله فتمتنع عنها، يبقى لذكر الله اكبر هنا في الحته دي. ولذلك تجد ان في الحديث الشريف في قول الرسول سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، خلف رجل دعته امراه ذات منصب وجمال الى نفسها فقال اني اخاف الله، هذا ذكر الله الاكبر. مع ان ابن عباس رايه ان ذكر الله اكبر، ذكر ربكم لكم بالثواب والرحمه اكبر من ذكركم له بالطاعه، يعني بيديك جزاء اكبر. ما تدنش وتقول انك انت بتذكر ربنا ده ربنا بيديك ايه. ومع ذلك لما قال عبد الله بن ربيعه ذلك الفهم قال قول عجيب والله، مع انه يقول ايه ان الذكر من الله للعبد بالثواب والرحمه اكبر من ذكر العبد لله بمين؟ بالطاعه. هذا رأي، انما مع ذلك لم ينكر على الرجل اجتهاده واطراه وقال قول عجيب والله، يعني مدح الايه؟ مدح القول. احنا بدنا نعمل حيثيات لهذه الكلمه اللي قالها ابن عباس. قال لك متى كلف الله الانسان؟ يقول له حين يبلغ. حين ايه؟ خليه سن 15 سنه وقبل البلوغ ما كلفوش، وعمال بيربع في الكون ولا ما بيربعش؟
وربنا موالي عليه النعم ولا لا؟ ده هو ما كلفوش الا بعد 15. يبقى ذكر الله لك بالخلق من عدم والامداد من عود والبرطعة طول 15 سنة اكبر من اللي انت بتعمله دلوقتي. ده هو ذكرك قبل ان يكلفك ان تذكره. ادي واحد. وتعالي هب انك انت سقط عنك التكليف لجنون مثلا، اقبض الله عنك يد نعمته يبقى ذكره اكبر. انت ما بتذكرش ولا حاجه لو بيديك. وليه ما صعدها؟ ملاش في المؤمن الكافر الذي كفر بالله اقطع الله عنه نعمه في الكون؟ ما قطعش. يبقى ذكر الله اكبر. ذكره لكم بنعمه وخيراته اكبر من ذكركم له. الله. طيب ذكركم بينتهي باعماركم، يعني من مده التكليف السليم بالعقل وكل حاجه لحد العمر بينتهي، ولكن بركه الله لكم بتيجي لها حاجه متاخره في الاخره وحاجه طويله ملهاش امل. ذكركم الله في الدنيا بالطاعه له بدايه وله، وذكر الله لكم بالجزاء والاجر والنعيم امد لا ينتهي. يبقى ذكر من اكبر. يبقى ذكر الله لكم بالطاعه اكبر. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. كلمة والله يعلم ما تصنعون تاخدها على انها بشارة ولا نزارة؟ تبشير ولا انذار؟ اهي جملة واحدة. شوف بقى لما تيجي بقى تقول للتلامذة وهم داخلين الامتحان وينجح المجتهد منكم، دي للمجتهد تبقى بشارة له، واللي مش مجتهد تبقى انذار له. يبقى جملة واحدة صلحت أن تكون بشارة وصلحت أن تكون نظام. والإنسان يضع نفسه في الحتة اللي هو يضع. والله يعلم ما تصنعون. وإلى لقاء